حقيقة الأمر يعني لدى روسيا وإيران علاقات مميزة الآن، وهي أعتقد في ذروتها في ما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية والعسكرية والعلمية أيضا، وحتى في التصنيع العسكري لبعض الصناعات العسكرية. وطبعا كلنا نعرف أن روسيا زودت إيران بمنظومة S-300 المضادة للأهداف الجوية، ولا نعرف إن حصلت إيران على S-400 أو لا، فهذا ربما يكون صح أو لا، أو يعني لا يمكن التعليق عليه حقيقة. إضافة إلى أنه من خلال هذه العلاقات الاستراتيجية، وربما غدا أو بعد غد سوف يجتمع الرئيس الإيراني مع الرئيس بوتين في قازان ويوقعان معاهدة أو اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، وهي مهمة جدا أعتقد، ومنها ربما يعني تتضمن بنود أمنية واستخباراتية وتعاون فيما يخص محاربة الإرهاب، وطبعا أمن البلدين حقيقة. فمن وجهة نظري الشخصية، طبعا أولا روسيا لا تريد أن تضرب إيران على الإطلاق، فإيران لم تعتدي على طبعا إسرائيل، هذا من وجهة النظر الروسية حقيقة. عدا ذلك أن لو تم ضرب منشآت نووية إيرانية، وهي تعرفون ونعرف جميعا أن روسيا ساهمت في بناء طبعا عدة مفاعل نووية في إيران، وهذا سوف طبعا يعني تكون كارثة أو تؤدي إلى كارثة في المنطقة، إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد قلب نظام الحكم في إيران، وهذا ليس من صالح روسيا على الإطلاق، فإيران تقع على بحر قزوين، وأيضا روسيا لها حدود على بحر قزوين، وهذا يعني أنه في المستقبل يمكن أن يضم إيران إلى حلفهم، وطبعا يضع أو ينصب صواريخ في هذا البلد، كما كان على عهد الشاه، فكانت إيران يعني تسبب أو كانت خطرا على الاتحاد السوفيتي، والآن روسيا لا تريد ذلك. إضافة وأخيرا اسمحي لي، أن إسرائيل لعبت دور سلبي جدا في العملية العسكرية أو الحرب في أوكرانيا، ودعمت نظام زيلينسكي النازي، وكما طبعا يعني النازيون يدعمون النازيين، يعني نظام من نتنياهو النازي يدعم نظام طبعا زيلينسكي النازي. فأعتقد أن وجهة نظري الشخصية علاقات سيئة حتى الآن بين إسرائيل وبين روسيا، بسبب أن طبعا إسرائيل دعمت يعني نظام زيلينسكي. وأخيرا منذ عدة أيام تم تدمير عربة إسرائيلية في أرض المعركة في طبعا في دونيتسك، في دونيتسك. نعم. وبالتالي هنا أستاذ الحنان، يعني هناك اتهامات لإيران بأنها دعمت روسيا، وبالتالي حان وقت أنه أيضا روسيا أن تدعم حليفتها الإيرانية، لا سيما في ما يتعلق ربما بنقل التكنولوجيا العسكرية، أنظمة الدفاع الجوي أو غيرها، يعني أيا كان شكل هذا الدعم. لكن بالمقابل نقطة مهمة لانهيار ربما العلاقات والثقة الإسرائيلية الروسية، كان الدور الذي لعبته إسرائيل في دعم الجانب الأوكراني أيضا، هذا أدى إلى ابتعاد روسيا، وربما برأيك يمكن أن يؤدي إلى دعم روسي لحليفتها الإيرانية إذا أي ضربة أو هجوم إسرائيلي محتمل. أولا لا أعتقد أن المساعدة الروسية لإيران في هذا التوقيت يأتي من باب الانتقام لما تفعل إسرائيل في أوكرانيا، كما تفضل ضيفك في روسيا. أعتقد أنه المسألة تتعلق بمحاولة إضعاف الشراكة الأمريكية الإسرائيلية، وخاصة محاولة إضعاف الدور الأمريكي الدولي في العالم. وهناك ملامح جديدة لحرب باردة، يعني نرى ملامحها الآن بدعم روسيا لبعض الأنظمة الاستبدادية في العالم، مثل إيران، مثل حزب الله، مثل وهذه أسلحة موجودة روسية موجودة في حوزة هذه الأنظمة أو هذه المنظمات الإرهابية. فأعتقد أنه الدور الأول ليس حبا للجمهورية الإسلامية الإيرانية من روسيا، وإنما بمحاولة خلق توازن
رعب أو توازن قوى بين طيب أيا الغرب كان أيا وحلفائه كان، وبين لكن إذا ما إيران قدمت روسيا وروسيا. هذا الدعم، هل هذا من شأنه أن يؤثر على حسابات الإسرائيلية وعلى تأثير ضربتها، وإن كان على مستوى ربما إطلاعهم بتوقيت هذه الضربة، الأهداف المحتملة، حتى طريقة ربما حماية الأهداف المحتملة، هذا ناهيك ربما عن التكنولوجيا أو ربما منظومة الدفاع الجوي، واللي أشار أستاذ نزار أنه الاس 300 تم توفيرها، الاس 400 لا ندري، وإن كان هناك تقارير إلى غاية أغسطس الماضي بأنه تم تزويد الجانب الإيراني بها أو تسليمها إلى إيران دون أي تعليق أو تأكيد رسمي بطبيعة الحال. نعم، بكل تأكيد القدرات الروسية يعني أقوى وأهم من القدرات الإيرانية، وتزويد إيران بأسلحة أمر مقلق بالنسبة لإسرائيل، ولكن أعتقد أنه عدم الذهاب إلى ضربة للمواقع النووية الإيرانية هو مصلحة إسرائيلية، واعتبارات إسرائيلية تخص الخطر الدولي في فتح معركة مع إيران، وليس بقدر ما هو خوف من روسيا أو من رد روسي. لا نرى حتى الآن إذا إسرائيل بصدد تقديم ضربة لمنشآت عسكرية غير نووية، منشآت عادية، ولكن حسب الأنباء المحلية، حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، هناك نية في استهداف بعض المنشآت العسكرية في إيران. ولكن سمعنا أيضا تحذيرات من وزير الخارجية الأمريكي بلينكين، وهذا أعتقد تأخذه إسرائيل على محمل الجد، لأن الولايات المتحدة هي الحليف الوحيد والأهم اليوم لإسرائيل، وخاصة قبيل الانتخابات الرئاسية بعد أسابيع. لا يمكن لإسرائيل أن تتصرف لوحدها، يجب أن تعمل مثل هذا الهجوم بالتنسيق مع الدول الحليفة وعلى رأسها الولايات المتحدة، فهذا أعتقد اعتبار أقوى من تهديدات إيرانية أو روسية. هذا الاعتبار الأمريكي والضغوط الأمريكية وربما حتى مساعي تقديم حوافز وربما مقابل وأثمان غالية مقابل ضبط الرد الإسرائيلي، هذا من الجانب الأمريكي، وبالتالي أي دعم أستاذ نزار أو تدخل روسي بأي شكل من الأشكال في هذا التوقيت ليس من شأنه أن يشعل المنطقة. نعم، ولكن أريد طبعا أن أنوه إلى أمر بأنه لا يوجد كيان وحشي ونازي أكثر في تاريخ البشرية أكثر مما يفعلها وتفعله إسرائيل وقيادتها حقيقة بحرق الأطفال وهم أحياء والنساء في غزة وفي لبنان. هذا طبعا هذو بعيدون حتى عن أن نسميهم بشر حقيقة، هؤلاء ليسوا بشرا من يفعل ذلك. على كل حال أعود إلى سؤالك. أولا أنتم تعرفون أن الولايات المتحدة الأمريكية و52 دولة يدعمون النظام النازي في أوكرانيا، ألا يحق لروسيا أن تدعم حليفها أو صديقتها إيران، يعني ولو كانت صداقة ليست قديمة، ولكن الآن هناك مصالح استراتيجية بين إيران وبين روسيا حقيقة، فأعتقد من حق روسيا أن تدعم إيران طالما هناك تطابق في وجهات النظر في كثير من الأمور. يعني إيران تتعرض من نفس الدول إلى نفس العقوبات، لا أستاذ ونفس نزار. الشيء أستاذ نزار. تتعرض روسيا من نفس الدول إلى نفس العقوبات. خلينا كلمتين. لا فقط لا في هذه النقطة الحديث ليس عن فضلي. حق روسيا فضلي. من عدمه فضلي. ولكن ما هي الطريقة المناسبة اللي ترى فيها روسيا تدخلها أو شكل وحجم أيضا دعمها في هذا السياق في هذا التوقيت، لأن البعض يرى أنه حتى التحالف الإيراني الروسي هو تكتيكي مدفوع بالمصالح، وأن لروسيا أيضا مصالح مع شركاء وحلفاء آخرين في المنطقة. نعم تماما، أنا قلت لك مباشرة أن هناك مصالح مشتركة، وهذه الاتفاقية التي سوف يتم توقيع عليها هي من منطق المصالح المشتركة لكلا الطرفين. فإن ضعفت روسيا بكل تأكيد سوف تتأثر إيران، وإن ضعفت إيران سوف تتأثر روسيا، هذه الحقيقة. فلذلك من وجهة نظري الشخصية أن هناك لا شك تعاون عسكري كلنا نعرفه بين إيران وبين روسيا، ولكن أنت سألتي قلتي شيء مهم
جدا أن هناك ضغط أمريكي على الكيان الإسرائيلي وعلى قيادته بأن لا تذهب طبعا لضرب المنشآت النووية أو المنشآت النفطية، لكن أعتقد لا يوجد هناك أي ضغط، ولكن هناك تخوف أمريكي من الرد الإيراني، من الرد الإيراني طبعا. ويمكن لروسيا أن تدعم إيران من خلال الأقمار الاصطناعية والصور الاصطناعية، إضافة إلى الرادارات الموجودة لدى إيران لدى روسيا في طرطوس وفي حميميم، وهي تكشف كل الصواريخ والطائرات التي يمكن أن تنقض على إيران، ويمكن أن تعطيها هذه المعلومات. من ولكن روسيا لم تحرك ساكنا تعمل روسيا على الساحة الروسية من جراء الغارات والاستهدافات الإسرائيلية، لم تحرك ساكنا حتى فيما يتعلق بالخطوات الأخيرة لإسرائيل في الجولان، قامت بانسحاب تكتيكي قبل أن تعود بعد ذلك. هذا الأمر طبعا يعني يعرفه العسكريون حقيقة. ماذا تريدين أن تفعل روسيا؟ هل تريدين أن تهاجم إسرائيل؟ إذا عندما تهاجم إسرائيل هي تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يعني حرب عالمية ثالثة، كلنا نعرف ذلك. إسرائيل والولايات إسرائيل عبارة عن أكبر قاعدة أمريكية في منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم. هي يعني أوجدت هذا الكيان من أجل طبعا الاستمرارية في الهيمنة على العالم لا أكثر ولا أقل، فلذلك لا يمكن لروسيا أن تنخرط. عدا ذلك، ودعيني يعني أتحدث بكل صراحة، أين الحكام العرب؟ لماذا لا يدعمون الفلسطينيين الذين يقتلون ويبادون ويحرقون من قبل هذا الكيان الإسرائيلي؟ لماذا يعني أيضا يجب أن نتحدث بكل صراحة، لماذا فقط نضع الحق على روسيا؟ روسيا بالمناسبة تدعم الحق الفلسطيني في قيامة الدولة، تدعم الفلسطينيين، وهي ونيبينزيا مندوب روسيا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكأنه وزير خارجية فلسطين، هو الذي يدافع عن حق الفلسطينيين، وهو الذي طبعا حتى نبقى في موضوعنا، حتى نحن لا نستهدف روسيا فقط نحلل نعم. بناء المصادر نعم. وربما روسيا وشكل الدعم الذي ستوفره نعم. بالتأكيد معي. وحتى ربما لأن الموضوع متشعب وكبير وما إلى ذلك، لنقف في هذا الموضوع. أعود للأستاذ الحنان إذا كان لديه أي تعقيب ربما في هذه النقاط، ومسألة ربما روسيا من حقها بداية أن تدعم أي حليف لها حماية مصالحها، لكن وفق سيد نزار هي لا تريد أن تنخرط ربما حتى في مواجهة ما هي أبعد من إسرائيل، ولكن مع الولايات المتحدة نفسها. هل هذا رهان إسرائيلي؟ لأن البعض يرى أن هناك مصالح روسية ليس من إشغال المنطقة ولكن من إشغال العالم والغرب بهذا الصراع على مستوى الشرق الأوسط لحرف الأنظار عن أوكرانيا والضغوط والدعم الغربي لأوكرانيا كذلك. تماما روسيا تخضع لعقوبات دولية، بوتين نفسه يخضع لعقوبات دولية، وصرف الأنظار عن ما يحدث وجرائم آلة الحرب الروسية في أوكرانيا وجزء من هذا الموضوع، وإضعاف الولايات المتحدة كما قلت. ولكن يعني المسرحية بأنك أن روسيا ليس لها مصالح إلا الدفاع عن الفلسطينيين وعن العرب، روسيا لها مصالح، لها معسكرات وقواعد في البحر الأبيض المتوسط في سوريا، دعمت منذ بداية الحرب في سوريا، دعمت نظام بشار الأسد مجرم الحرب، ساعدت في قتل آلاف وعشرات الآلاف في السوريين الأبرياء. فلا نعمل مسرحية كأن روسيا هي حامية العرب. روسيا شاركت وتشارك ولا تزال تشارك في أسوأ مجازر ضد العرب، ولها مصالح استعمارية مثل ما الولايات المتحدة لها مصالح استعمارية أو دولية. فهناك حرب الوكالة، روسيا تستخدم بكل سخرية يعني وكلاء في المنطقة، كما إيران تستخدم ولها مصالح استعمارية توسعية في العالم العربي. فكل دول لها مصالح، ولا نعمل كأنها تعمل من خير أو من باب الخير، هي تعمل ذلك من أجل مكافحة ومجابهة الولايات المتحدة بكل بساطة. وإسرائيل ليس لديها يعني أطماع توسعية في المنطقة أستاذ الحنان؟ إسرائيل دولة لا تزال تحتل الضفة الغربية، هذا احتلال. من يعيش في إسرائيل ليس بشرا أصلا، لأنهم يقتلون ويحرقون الأطفال.
هذا تحريض ضد شعب كامل، وهذا هؤلاء غير ليسوا مشروع بشرا، لا وغير نتنياهو مقبول في ولا قناة لابيد محترمة أن ولا تقول عن غالانت، شعب هؤلاء ليسوا كامل بشرا أننا أصلا، ليس هؤلاء بشرا. هذا مجرمون تحريض غير مقبول، أشرار، هذا هؤلاء تحريض روسي أشرار. غير مقبول بأي قناة. لا لا، هو أقصد السيد نزار هؤلاء يتحدث عن أشرار، الحكومة، العالم لكن كله نحن يعرفهم. لا، هو يقول لا ليس بشر، لا يقول عن الحكومة، يتحدث عن بالتأكيد هذا أمر دولة غير إسرائيل مقبول، كدولة. لكن توصيف من أي شعب من يحتل الشعوب ومن الأرض يعيش ليسوا بشرا، من يحتلون الأرض ليسوا بشرا.